يسعد صباحكم عن جديد، رجعنا لنكمل معكم باقي فقرات حلقة اليوم، وصرنا بفقرة التغذية اللي رح نحكي فيها أو رح نتناول النظام الغذائي الأمثل للمرضى اللي بيعانوا من تقرحات هضمية سواء بالمعدة أو بالأمعاء. فهالنوع من المرضى ما بيقدروا يتناولوا أو يأكلوا كل أنواع الأطعمة، بيكون في عندهم كتير مشاكل، بيكون في شيء مسموح وشيء ممنوع، وشيء أكيد أشياء لازم يعتمدوا يعملوها نمط بحياتهم الغذائية. رح تخبرنا كل هاي التفاصيل ثواب الغبراء اختصاصية التغذية اللي صارت موجودة معنا بالاستوديو. صباح الخير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية نحكي كيف بتنشأ هاي التقرحات ضمن المعدة. هلا بالبداية وقت كنا بدراستنا كنا نقول نفكر انه مثلا هرمون معين، اكله معينه، دواء معين، لكن بعد تعمقنا بهالمرض بالذات نحن اول سبب رئيسي لتقرحات المعده والاثني عشر هو عامل القلق اللي بيرفع عندي هرمون الكورتيزول اللي ببلش يقل توريد الدم لمناطق التجويف المعوي وتجويف المعدي، فبتبلش عندك يا تتعب العضلات العلويه لانه هاي المناطق فيه دسامات، هذا المادة الحامضية لازم تضل بالجوف المعدي، لكن هذا الدسام إذا فشل عضلياً وعصبياً فبيصير بتتسرب عندي إياها المنطقة الحامضية العالية عندي إياها لمنطقة عضلة المري، وهون بتبلش تهضم عضلة المري وبتبلش هالمشاكل التقلصية اللي هي مو جايبة أنا، فهون بتبلش سوء الهضم وسوء العمليات والغازات والأمور هاي كلياتها، ويبلش بعدها يتبعها نقص الحديد والأمور لأنه الهضم حيتم بشكل سيء. وهذا اللي هو نحن جايين نحكي عليه إنه مو فقط اللي هو بس كمان العامل النفسي بيلحقه كمان أمور أخرى، تناول بعض المسكنات والأدوية مثل مضادات الالتهاب القوية اللي هلا هي انتشرت جدا، تلاقي أي ولد قرب صغير عندك يا تلاقي تعطوه فورا دواء التهاب قوي جدا، راحت يعني مناعته راحت ضرب فلورة الأمعاء وضرب مناعة منطقة الجهاز المعدي والمعوي على حد سواء. بعد كل فترة هي وخاصة إذا كان في أساسا عامل وراثي بهالقصص هي فصار عندي مشكلة تقرح تتدرج بقى بقوتها، وإذا فتنا بعامل إن أدوية المعدة عامل مثل ما بيقول أنا سحبت أي جهاز كهربائي عم يدخن عندي الكهرباء تبعه بس ما حليت له المشكلة، يوم واحد أنا وقف تناول الأدوية تبع المعدة تبع مشتقات الأمبرازول والأمور هاي كلياتها، فبتلاقي رجعت الشغلة وعلى أمر، وغير هيك إنه هاي الأدوية على المدى البعيد تعمل ارتخاء كلي بالعضلات بالجسم وفقط بمنطقة رأس المعدة. تمام، أنا تفتنا دوامة هون مثل ما بيقولوا إلى أول ما إلى آخر. نعم. الواحد بلش يمكن بشوية ستريس، شوية قلق، شوية تعصيب، انتقلت للأسف لعرض جسدي صار هذا مرافقه يمكن طول العمر. هون بصير المريض عم بيعاني كل حياته. بالضبط. أكلات معينة كتير ما بيقدر يأكلها، بيمنعه الطبيب عن كتير أشياء، بيصير إذا بيأكل أكلة بيأكل هم هو قديش بده يضل عم يعاني من نفخة ووجع لساعات طويلة. شو هي الأطعمة اللي هون الطبيب بيمنع مريض القرحات المعوية أو المعدية عنه؟ طيب هلا كالشائع المعروف عن كل هاي المأكولات الحارة، المقليات، النشويات العالية اللي فيها الخميرة، أكلة رغيف خبز صموني لمريض معدة بدون ما هو ينتبه على أموره ممكن تفور له كتير هيجان المعدة خاصة ليلا، الأمور هاي كلياتها معروفة. لكن المو معروف حاليا إنه هن عنا يا بدنا ننتبه على أي شيء بالنسبة لي كمريض قرحة معدة، في عنا شغلتين بعامل الغذاء. العامل التأقلمي اللي أنا بدي أتأقلم فيه مع درجة اللي هي التقرح اللي واصلة فيها المعدة أو قرحة الاثني عشر، هذا التأقلمي إني أنا بالفعل في عندي ممنوعات بدي أنتبه. أول شيء أنا حقول شيء جديد بالموضوع، المعدة هون تعبانة، فيها جرح داخلي، الفلورا تبع أو المادة المخاطية تاكلت، بلشت الـ HCL اللي هي عالية الحموضة جدا يعني بتتواصل عندك يا بتعلى درجتها بقاع المعدة لـ 2.3 بقاع المعدة، ممكن تتسرب لشيء اسمه عضلة المعدة تبلش تهضمها، هذا شيء مرعب بالنسبة لنا. التأقلمي لنا إنه نحن ناخذ الأكل مضروب شوي بالخلاط، حتقولي لي كيف مطحون يعني؟ نعم، نساعد المعدة شوي ترجع ترمم حالها، ما تبلش تعجن كثير لأنه هي هلا متأزاية العضلة هون، خاصة بمنطقة رأسها لأنه بتكون صار في ضعف بالمنطقة العلوية، ما منها تسرب الحامضيات العالية، فأنت وقت بدك تريح معدتك أنت كمريض قرحة لازم تكون ضارب الأكل بالخلاط، إن كان سواء شوية لحمة مع شوية مرقتها، إن كان هالأمور هيك ياتا. طبعاً برجع بقول ما بدي أكرر معلومات معروفة، المقليات، التوابل، الحوامض، اللي ما بيعرفوا إخواننا المشاهدين إنه فيتامين سي كتير مهم لمريض القرحة، وبيفكروا إنه فيتامين سي مو مخلوق إلا بالحمضيات،
هو موجود بالبطاطا الحلوة وهي مادة كتير رائعة لمريض القرحة. يعني البطاطا المسلوقة، البطاطا الحلوة مادة غنية بفيتامين سي، ممكن نهرسها، نسلقها، نهرسها، نعطيها للمريض تبع القرحة، بتلاقي كتير فرق عليه بالعلاج وبالشفاء، غير إنه هو بتساعد هاي المادة على ترميم المادة المخاطية لتسكير الثقب أو رفع سماكة المخاطية داخل قاع المعدة أو داخل رأس المعدة عندياها على المدى الأبعد. الشيء الثاني اللي ما بيعرفوا إخوانا المشاهدين إنه نحنا بالنسبة لإلي في مادة اسمها الجلوتامين، هاي المادة رائعة جدا كمان لعلاج قرحات المعدة. هاي وين متوافرة؟ متوافرة بشيء اسمه الموز، والموز اللي حنستغرب فيه إنه موجودة بقشرة الموز. يعني هاي المادة الداخلية، أنت قبل ما ترمي القشرة بالسكينة جرف هاي المادة هاي وحاول تمضغها مع اللعاب، مادة بتسكر القرحة المعدية خاصة بالمناطق العلوية اللي ناح منطقة المريء. هاي مواد كتير رائعة جدا بالنسبة لنا. الشيء اللي كان عنده ناس المعانية من قرحة معدة ناتجة عن جرثومة معدة وأخذوا كورسات الالتهابية الدوائية مع أطباءهم ولقوا إنه على المدى البعيد عم ترجع هالجرثومة، وعلى فكرة 50% من بلادنا من شعوبنا بيعانوا من هالجرثومة وهن ما بيعرفوا هالشيء. هالجرثومة كتير قوية ومقاومتها للحموضة عالية جدا، ميكروب المعدة كتير ميكروب قوي، وحتى أدوية الالتهاب الدوائية الصيدلانية ما عم تقدر عليه. الناس اللي عم تعاني من حرقة المعدة بسبب جرثومة المعدة مهم كتير لأنهم بودرة عرق السوس أو نص عرق السوس، ساخناً بارداً ما بيهم، بس إجمالاً بيقولوا لك عنا ضغط مدري شو هالقصص هاي. الإنسان اللي بيعرف يضبط ضغطه وهالأمور هاي ما بيتضايق أبداً من جذور عرق السوس. إذا انضربت كمان بالخلاط أو انمصت، إن تاخدت مع مثلاً عجينة الموز قبل كل وجبة، هي أحلى واقي معدي بجنن. هذا بالنسبة لنا على المدى البعيد يقضي على ميكروب جرثومة المعدة. ليه؟ لأنه هو يعادل نبات مثل أشباه الكورتيزونات، لكن النباتية ما بيأخذ الآثار السلبية للكورتيزون، لكن هو بيقدر يقضي عليها بنفس المفعول والتأثير. الشيء اللي بيهمني أمره كمان لمريض قرحة المعدة يهتم يروح فوراً يحلل فيتامين دال. فيتامين دال كلنا بنربطه بضعف العظام والمفاصل، انكترت بنروح بنفحص شعرنا غدتنا الدرقية، لكن ما بنعرف إنه تقريباً 90% من مرضى اللي بيعانوا من نقص فيتامين دال هن كمان بيترابط معهم حموضة معدة، وخاصة إذا كانوا من النوع المدخنين. فالفكرة الأساسية اللي ننتبه عليها إنه بتروح تفحص فيتامين دال بتشوف مكمل فيتامين دال. الشيء اللي عم نتفاجأ فيه نحن عم نسف حبوب فيتامين دال وبتلاقيهم عم ياخذوا مكملات غذائية بفيتامين دال. فيتامين دال له شكلين بجسم، D2 D3. الفكرة الأساسية نحن عم نسفسف حبوب، أي نعم، بس ما عم نحولها للشكل الفعال D3. شلون بتتحول؟ بعد أي حبة فيتامين دال معلقة زيت زيتون بالنسبة لنا أو 3 حبات زيتون، وحنحكي كمان الزيتون قديش مهم لمريض قرحة المعدة كوجبة فطور أو وجبة عشاء. الأمور هاي كلياتها بعد أي دواء التهاب كمان بالنسبة لي نعزز مادة اسمها البريو بايوتيك. هذا شو اسمه؟ بالفلورا الجيدة للأمعاء. وقت بيصير إنسان أي واحد بياخد دواء التهاب بيفقد نسبة كبيرة من البكتيريا النافعة بأمعائه، فالهضم بيصاب بعملية عندياها سوء هضم، وتبلش الحموضة هي اللي تاكل المناطق عندك ياها تبع المخاطية تبع بطانة الهي. بعد أي دواء التهاب لمريض المعدة كتير لازم يعزز، تقريبا بدنا 5 بليون بكتيريا ترجع على الأمعاء، لأنه في بعض أدوية الالتهاب لسنتين لترجعي ترممي هالبكتيريا النافعة اللي راحت منك. فهي الأشياء كلياتها بغض النظر، أنا بعرف يعني هلأ كلياتنا عنا معلومات عامة، مقليات لا، توابل لا، وعجين لا، لكن مو هذا الشيء الكافي لحتى أنت تتعافى من أشياء زيادة. والنقطة الثانية يتعامل مع مرضه كمرض شفائي وليس مرض تأقلمي لازم أنا أتأقلم معه طول عمري. يوم من الأيام معدتك مؤهلة تطحن معادن، فأنت بتلاقي مريض المعدة متى ما صار بقرحة حللي له دمه، فقر دم عاد فيه، عفوا فقر دم فيه موجودة، قصص معادن كثيرة فقدت بالهضم، لأنه رب العالمين خلق المعدة تهضم هالبروتينات اللي فيها الحديد، فإذا ما انهضمت بشكل السيء حتلاقي فقر دم، حتلاقي زنك نقص معادن، وهكذا بتلاقي أظافير تكسرت، شعر هر، كل هالأمور هاي كلياتها بترافق هذا.
طيب خلينا نحكي نظام غذائي مناسب، فطورهم شو لازم يكون، غداهم شو لازم يكون، عشاهم شو لازم يكون. بعض الاشخاص بتلاقيهم مثل ما قلتي يا بيبعدوا عن الاكلات اللي هي مو كافيه بس يبعدوا عنها، او بيصوموا مثلا، يا بيفطروا ما بيتغدوا، او مثلا بيتعشوا. خلينا نحكي عن نظام غذائي مناسب. امثله بسيطه. طيب أوكي. هلا الفكره الاساسيه نحن بدنا نعرف انه لمريض قرحه المعده الافضل له التوست اليابس اكثر من الخبز الطري، هي أول نقطة. أوكي. النقطة الثانية صباحاً الزيتون، مص الموز، برشة تفاح كتير رائع. برجع بقول الأكل المطحون والعصائر السميكة كتير مهمة له. بين الوجبات كتير بيفيدوا اليقطين المضروب بالخلاط، اليقطين المضروب بالخلاط بيرجع بيرمم سماكة المخاطية اللي اتاكلت، فهذا كتير بيفيده وبيفيد عصب قوة المعدة. النقطة الثانية لازم يبعد عن الستريس، هذا الأهم شيء، عامل الكورتيزول. في عامل الستريس ما فينا نقول له للعالم هلا عصبوا لا تعصبوا، هالأمور هي كلها اسمها هي مو حلول، لكن الفكرة فينا نقول نام كويس، يعني أنت إذا في حال نومك جيد ترجع عندك يا معدلات الكورتيزول بتقل. لا تدخن على الريق، يعني هالأمور هاي كلياتها منبهات، كل العالم بتعرف انه قديش سيئه على مريض القرحه المعده، خاصه اذا اجت على الريق. الفكره الثانيه بالنسبه لنا شراب البابونج اللي بين الوجبات، يعني احسن حتى الشاي الاخضر لمريض القرحه. ماده الشمر، الشمر كثير رائعه لإلك. نوصل للغداء، الاكل المطحون برجع باكد عليه مضروب بالخلاطات، شوربه اليقطين كثير رائعه، الشوربات اللي فيها البطاطا المهروسه والبطاطا الحلوه رائعه. من اكثر الاشياء اللي بتفيد مريض قرح المعده مرق العظم. مرق العظم هي مادة مرممة لكل شيء سماكة مخاطية تاكلت بمنطقة قاع المعدة أو بمنطقة رأس المعدة، حتى تحافظ المعدة على كفاءتها وترجع تهضم أحسن مما كانت مثل الأول. النقطة الثانية نحن بنستغربوا أنه بنبعد شوي عن الألبان رغم أنه فيها بكتيريا كتير جيدة، لكن الحامضية تبعها ما بتخدمنا بالنسبة لنا. الشيء الثاني نحن الحليب بيضايق مريض المعدة. صحيح. في أنواع معينة من العسل الجبلي كويسة لمريض المعدة، لكن نحن ما بنضمن كل انواع العسل تكون صحيحه وكل جوده. الفكره الثانيه المفاجاه الفظيعه اللي انا بدي احكيها انه المواد الدهنيه الجيده كثير منيحه لمريض المعده، يعني كلياتنا بنعرف مريض قرحه المعده بنبعد عنه المقليات، لكن انا بقول مثلا قطعه زبده بلدي جيده كثير رائله لمريض المعده لانها بترفع كفاءه فيتامين د وامتصاصه. زيت الزيتون والزيتون عندي رغم انه يتميز بالحامضيه لكن على البارد اكيد ما بدي اياه يتاخذ مقلي. الزيتون كثير مادة رائعة جدا لمريض المعدة. التفاح، الموز، برجع بعيد المادة كمان الساحرة هو جيل الصبار. جيل الصبار بتقولي شلون بدي اخذه؟ فينا نخلطه مع اي طبخة بالنسبة لنا او ناخذه مع موزة، بتلاقي هاي المادة حررتنا من هذا المرض. الطعمة يعني مقبولة جدا يعني ابدا. أوكي. ابدا نحن بنستخدمه بالغالب للتجميل، لكن ما بنعرف انه هو بيرمم كل المخاطيات الداخلية بالجسم، كمان كثير رائع المادة. بالنسبة لنا برجع بقول الاكل على دفعات. النقطة الثانية بالنسبة لأن مريض المعدة ما لازم تخلى معدته أكثر من 4 ساعات، فبتبلش المعدة تفور عندك ياها بحموضتها، لازم سناكات بسيطة. برجع بقول الشيء كخبز بالنسبة لي أنا ما بحبزه، لكن إذا اضطر مريض المعدة واشتهى الأمور التوست اليابس المأمر المحمص أفيد له أكثر بكثير من الخبز الطري أو الخبز اللي فيه خميرة. أنا بركز إنه الخميرة ما كثير تكون متواجدة عند مرضى المعدة، المعجنات اللي كل شيء فيها بتنفش وهالأمور، لأنها بتفور عندك ياها المنطقة الغثيان مع أي مريض قرحة. تمام. طيب خلينا بختام الفقرة دكتورة ثواب نعطي شوية نصائح ونوضح شو هي أبرز العادات الخاطئة اللي ممكن يقوم فيها مريض القرحة بدون ما هو يعرف إنه هي العادة هي ممكن تضره أكثر مما هو مضرور. أول نصيحة إنه أنت حسيت حالك صلك مستمر على أدوية المعدة أكثر من سنة ونص، روح حدد سبب قرحة المعدة تبعك. النقطة الثانية في حال أنت من الناس اللي عندك ستريس عالي وهالأمور هاي، انتبه لمعدلات الكورتيزول أو القلق أو الشغلات اللي هي مثل فيها ترفع لك التوتر مثل القهوة الصباحية، الدخان الصباحي، الأمور هاي ما تكون أبداً على الريق قبل لو خلطة تفاحة انتبه عليها. الشيء الثالث بالنسبة لنا ما بيصير معدتك تفضى وما بيصير تنتلق، لازم تاخذ أكل سوفتي، يعني هلأ لبين ما يترمم الجروح الداخلية داخل المعدة يعني. بالضبط. وكمان ما نوضح لك كل شيء سوفتي بالنسبة لي كل شيء مطحون، يعني كمان ندرب العضلة ما تكسر.
فالامور هي كلياتها مهمه. ما لقيت تدرج بالشفاء، روح استعين بطبيبك وحدد السبب. اذا كان في سببين بان واحد، اذا كان في عندنا اساسا كورتيزول او جرثومه معده، او في بعد دواء التهاب تعرضت المعده، في ادويه القلب كلها بتعمل عندي اياها تقرحات معدية عاليه، المسكنات اللي بياخذوا المسكنات العاليه القويه، الناس بتكون مريضه ديسك بتصير مريضه قرحه معده على المدى الابعد. الفكره هاي الاشياء شوف اذا حدد دوائي السبب، اذا كان جرثومي، اذا كانت المشكله عامل وراثي، اذا كان ستريس وهالامور هي. الشيء الاهم من هيك عام اعمل تمرينات رياضيه لراس المعده تبعك، بلاحظ فكها. النقطه الثانيه بيعرف مريض المعده طريقه النوم اللي لازم تكون بزاويه مائله شوي عنا اياها حتى ما يرجع الارتداد الحامضي للمري. الامور هي كلياتها، وبعدين كل ما هنالك انت تكون دكتور ذاتك، يعني ما تستنى الراشدة هي اللي تطيبك، واصدقاء العلم من مصادر مختلفة هو الشيء الرائع. استشارة أخصائي تغذية طبيبك، استشارة علاج طبيعي، الأمور هي كلياتها بتساعد على الأمور، ونتمنى بالنهاية العافية للجميع. آمين آمين يا رب، الصحة والعافية لكل مشاهدينا. شكرا كثير لك يا دكتورة، واهلا وسهلا فيكي، نعاد عليكي بالخير يا رب. ميت أهلا وسهلا، وانتم كمان ميت أهلا وسهلا. شكرا كثير مشاهدينا.